فريق جمعية مبادرة سيدي إفني يحرز لقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة، وذلك بفوزه على فريق جمعية المشعل ميسور بثلاثة أهداف نظيفة بمركز ابن رشد بالرباط. وبالمناسبة أشرفت للا سمية الوزاني رئيسة الأولمبياد الخاصة المغربي على منح كأس العرش وكأس المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا آمنة للفريقين المتوجين. حقيقة على أن مستواهم جد عالي، خصوصا وأن الفرق التي شاركت هذه السنة تقريبا 90% منها كلها فروع جديدة، كلها رياضيين جدد، لأن هذه السنة تم تحديد سن المشاركة ما بين 15 و21 سنة. النسخة 19 من كأس العرش والدورة 18 لكأس المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا آمنة عرفت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، بالإضافة إلى الأداء الجيد للاعبين طوال المنافسات. الأولمبياد الخاص المغربي قام بالعديد من الأنشطة لتمكين هؤلاء الرياضيين من الحفاظ على لياقتهم البدنية.